شكرا للي سألوا وللي ما سأل، هواي ناس سألت عليه، جدا أشكرهم على سؤالهم وعلى اهتمامهم. هاتين الوضع بالبلد مدى يطمن ومزعج ومقلق وكئيب. شفت الحالة قبل يومين ثلاثة، حالة اغتصاب طفل عمره 10 سنوات بالبصرة بالزبير. طبعا الخبر مثل الصاعقة ينزل علي أنا أو على هواي ناس هماتين، ما تعرف شلون تتفاعل، ما تعرف شلون تحكي، ما تعرف شو تسوي أصلاً. تهجي خبر يعني شنو بيدك غير بس تعترض وتقول لا، وتقول هذا خطر ولازم نحمي الطفولة ولازم نسوي قانون لحماية الطفولة. لكن تشوف إنه ما حد يتفاعل، مجرد خبر ينشر يومين ثلاثة وينسي وتجي حالة أخرى. تخيلوا 10 أشخاص مع 12 شخص مجموعة قيدوها واختصبوها ورابطيها على جذع مال نخل، وبالأخير كاتليها. يعني لأي درجة من الوحشية واصلة الناس؟ تخيلوا شو وقت تم اختصابها وقتلها؟ بداية السنة هاي أو بنهاية السنة السابقة؟ من انقتلت واختصبت وهي تعيط وتبكي ومرعوبة وما حد يدير بال، كنا احنا نايمين ناكل نشرب نضحك. كانت الناس اللي قاعدين بالمنطقة الخضراء ما دارين بال، يتقهقهون ويضحكون ويشربون ومتونسين. انا هنا ما دار بال لحالتي، القصد باللحظة اللي هي تتأذى وتبكي. يعني ما اعرف شو احكي صراحة. يعني توصل مرحلة انه تعترض حتى على الحكم الالهي. يعني الله من شافها دا تبكي ودا تتعيط وتختصب، راح تقولوا لي الله يهمل ولا يهمل؟ ايش وقت فهموني؟ ايش وقت صراحة؟ يعني انا اب، ويعني احسها مثل طفلتي اللي دي يصير بيها هذا الشيء صراحة. يعني معقولة هاي مرور الكرام؟ ممكن انت او انتي او ابنك او ابنك يتعرض لهاي الحالة، او ابني ويمر مرور الكرام؟ ليش؟ الى متى نبقى لا أبالين صراحة؟ الى متى نبقى لا أبالين اللي يصير بالعراق؟ ترى كارثة، صدقوني كارثة. احنا للأسف بنصير شوي شوي ناس لا أبالين، ما ندير بال اللي بيصير بالبشر. عادي خلاص، لا طالما ما وصلتني النار وذا وصلت الجيراني بعد عقبة توصلني. أرجوكم قولي لا، قولوا لا للاغتصاب، قولوا لا للاعتداء، وقفوهم عند حدهم، ولازم اكو حق يردعهم، لان دول مجرمين، هذول مصيبة صراحة. والكارثة انه ماكو قانون يوقفهم عند حدهم، ماكو قانون رادع يوقفهم عند حدهم ويقولهم خلاص اللي تسووه انتو هذا جرام. شكرا لكم، وبلكي بالايام القادمة نرجع لبرنامجنا السابق باللهجة العراقية. تحياتي لكم، اخوكم نور. مع السلامة.